راجعين مشاهدينا ومتواصلين لإكمال فقرات برنامج بيت الكل. اليوم محتفين في كل بلداننا اللي زرناها. حقيقة راح نتحدث عن الأردن وخصوصيتها بما أننا زرناها بأوقات ثانية. حازم، شنو رأيك بالزيارة مع الأردن؟ الأمور تمام، كنا سعيدين وفخورين بوجودكم أيضا بالأردن، ويمكن كان في تصوير في أماكن رائعة وجرش صرح الشهيد، وإن شاء الله بال2022 نكون في أكثر من أماكن سياحية وسط وشمال وجنوب، واللي بدكم إياه يعني ياسمين نفسها تروح بترة، البترة العقبة جرش الأماكن كلها، البحر الميت، البحر الميت كمان أخفض بس برضو عين. خلينا نقول إنه بجد أهلنا في الأردن الاستقبال والحفاوة والكرم، والكرم بقى بتاع حزم وكافي، يعني الحقيقة كان احتواء عظيم. أهلا وسهلا فيكم دائما، بسبب راحة فيكم في كل سبب حازم وخير معزبين، بسبب حازم زاد وزننا 5 كيلوات، يعني رجعنا سوينا رياضة ورجيم وكل من للجمرة. حقيقة أجمل ما في الأردن من وصلنا وصورنا وسجلنا الحلقات كان الذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية. هذا الاحتفال الواسع اللي شاهدنا به حقيقة الأردن وجمالها، موسيقاها، عزفها، عسكرتها، طبيعتها ومناطقها حتى الشمالية. من أخذونا يمكن في أحد الطرق اللي كان مطل على فلسطين اللي كانت صلب مدينة الصلب شارسة، حقيقة منظر جميل جدا. صحيح، فيعني يمكن فخورين بكل اللي حكيته أحمد من خلال البصمة المميزة للأردنيين في الترويج السياحي في الأماكن السياحية في الكرم، وهذا شيء زي ما هو موجود في الأردن موجود في مختلف الدول العربية، في مصر، في فلسطين، في العراق، وفخورين بكل هذا الرسالة اللي وصلت أيضا من خلال بيت للكل عن الأردن بشكل خاص، وأيضا عن الدول العربية اللي احنا دائما فخورين انه نتواجد فيها دائما. واجملها كان مهرجان جرش اللي حضرنا به حضره وكل النخب العربية والنجوم العرب من خلال هذا المهرجان اللي صار لسنوات طوال، يعني حقيقة دائما كل سنة نتفاجئ بالاسماء المهمة اللي تصعد على مسرح جرش، بالاضافة للمدرج الروماني اللي يحضر به جمهور عظيم من الاردن وباقي البلدان العربية. بما انه احنا صار عندنا تشوقنا عن قضية الاردن وزيارتها، خلينا نتابع ادق التفاصيل في هذه الرحلة وبعدين نكون متواصلين. تحديد في العاصمة الحبيبة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية، ومن هذا المكان جبل القلعة المطل على جبال عمان السبعة والمطل أيضا على المدرج الروماني. من صرح الشهيد وساحة الشهداء يرفرف 3088 علم بيعبروا عن شهداء قواتنا المسلحة الأردنية على تراب هذه الأرض الطهور وأسوار القدس. من هنا من الأردن يا هلا ويا مرحبا فيكم، أهلا وسهلا فيكم بالمملكة الأردنية الهاشمية. أهلا وسهلا بكم من مدرجات جرش، تسمعون الآن للموسيقى والملتقى الثقافي والغناء والفرق الموسيقية. عم يسألوا عليك كتاب تعالوا شوفوا ناسا شوفوا نوجه رسالة لكل العالم ولكل الأردنيين، إحنا هدفنا في هذا المهرجان إنه يعود الفرح، تعود السعادة لكل بيوت الأردنيين وكل الأشقاء الزوار للمهرجان، بقدر ما بنقدر إنه نرجع الأوضاع زي ما كانت ما قبل جائحة كورونا، وإن شاء الله نقدر نكون قدها ونرجع الفرح لكل البيوت.